هلو يا بنات، دلوقتي هعمل لكم كويك ريفيو عن المنتج ده ديودرنت او مزيل عرق من نيفيا بيرل اند بيوتي. ده الستيك منه، ده بروتكشن 48 ساعه زي ما هو مكتوب هنا، وده برودكت جديد هنا، فانا قررت ان انا اجربه لما شفته وقلت اجي فور تراي، خصوصا ان اول مره استخدم ستيك. هو كان في منه الرول اون والستيك، فانا قررت ان استخدم الستيك لان اول مره استخدمه، فقلت اجرب هل هو افكتيف واحسن من الرول اون ولا لا. اوفر اول البرودكت ده او الديودرنت ده الريحه بتاعته جميله جدا، ناعمه جدا، ما هياش قويه. انا ما بحبش الديودرنت يكون ريحته قويه خالص، بس هو ده ريحته ناعمة جدا، ناعم جدا على الجسم، حنين جدا فعلا تحت بطاطي تحت بطاط. وانا ما اعرفش اذا كان هو effective سوري effective 48 ساعة ولا لا، لكن كل مرة بستخدمه فيها بيديني احساس ان انا fresh وجميلة، ومش وفعلا مقارنة بالرول اون، لان دايما بستخدم رول اون، بعد فترة ساعتين ثلاثة من الرول اون بحس ان انا ابتدى يبقى ريحتي عرق، لكن مع المنتج ده حرفيا ما حسيتش ان ريحتي بقت عرق خالص. انا بستحمى كذا مرة في اليوم، خصوصا في الحر والرطوبة العجيبة اللي احنا فيها دي، فكل مرة بستحمى بستخدمه، فما اقدرش اقول اذا كان هو افكت فعلا 48 ساعة ولا لا، لكن الملاحظ ان هو فعلا بيديني حماية لحد ما استحمى المرة التانية. فسو فار مقارنة ده مع الرولون العادي اللي انا كنت بستخدمه، كنت بستخدم نيفيا برضو مقارنة بيه، احسن بكتير زي ما قلت لكم، بيخلي ريحتي فريش وريحتي جميل لحد ما باخد شاور المرة اللي بعدها. انا ممكن استحمى مثلا اغسل جسمي من 3 لـ4 مرات في اليوم بالحر، لو نزلت وجيت حرفيا لما بعمل اي مجهود او بنزل ريحتي مش بتبقى عرق، ودي اللي انا ده الحاجة اللي انا عايزاها، مش زي الرولون. ف سو فار انا حباه جدا. طبعا لما استخدمه، هو لسه جديده، بحوالي بستخدمه بقالي شهر، وزي ما انتم شايفين انا تقريبا ما استخدمتش منه حاجه بسيطه جدا من فوق، لسه انا ما لفيتوش ولا عملت حاجه خالص فيه، فيعتبر لسه جديد بعد استخدام بشكل يومي اكتر من مره، فحرفيا اعتقد ان هو هيستمر معايا فتره طويله. هو منتج غالي شويه مقارنه بالرولون، لكن شايفه ان هو يستاهل، زي ما قلت لكم ان هو يعني خلال شهر واستخدام اكتر من مره، مرتين ثلاثه في اليوم تقريبا، ما تمش استهلاكه خالص، فهيعيش فتره طويله. فمقارنه بالرولون في كل حاجه، في الحمايه من الريحه وان هو يقعد فتره اطول، اعتقد ان هو يستاهل المبلغ اللي انا دفعته فيه صراحه. يعني كان اول مره اجيب ديودرنت غالي مقارنه بالرولون، بيبقى ارخص منه بكتير، يعني نفس الرولون بتاعه ارخص منه بكتير، لكن ده افضل بكتير صراحه، فانا حباه لحد دلوقتي. طبعا هعمل لكم ابديت بعدين، واتمنى ان انتم تكونوا حبيت الريفيو السريع ده، واشوفكم في فيديو جاي. باي.